أوفى خليجي 25 بكافة الوعود، فبعد الأمن والأمان وحسن التنظيم فإن المشهد الختامي لم يأتي مخالفاً للتوقعات التي تنبأت بوجود الأحمر العماني مع شقيقه العراقي في المشهد الختامي، وذلك عقب لقاء الافتتاح الذي جمع المنتخبان وانتهى بنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف. لكن المشهد النهائي لا يرضى بقسمة النقاط، وربما تكون لركلات الترجيح كلمة الفصل، وهنا تظهر الإمكانيات الخاصة التي يمتاز بها حماة العرين هنا وهناك. ويملك الأحمر خبرة واسعة في حسم المواجهة النهائية من نقطة الجزاء، فمن ينسى الأمين علي الحبسي والسوبر فايز الرشيدي، واليوم يقف بين الخشبات الأخطبوط إبراهيم المخيني الذي اختبر من نقطة الجزاء في أصعب الأوقات أمام المنتخب اليمني ونجح بامتياز. الأحمر لا يريد أن يجر اللقاء إلى ركلات الترجيح، لكنه بالوقت ذاته سيسعى إلى تحييد أبرز لاعبي منتخب أسود الرافدين، وهو جمهوره الكبير الذي من المتوقع أن لا يقل عن 60,000 متفرج، وهذا يتطلب أن يلعب برانكو بحذر كبير واتباع مبدأ الأمان من قبل أرشد العلوي وجمعة مرهون. أما أحمد الكعبي وفهمي دوربين فمهمتهما تضييق المساحات وعدم السماح للمنتخب العراقي في الذهاب إلى الأطراف. قوة الأحمر تكمن في انسجام الرباعي صلاح اليحيائي، عصام الصبحي، والمنذر العلوي وحارب السعدي، ونضوج أدائهم التكتيكي، فضلا عن امتلاكهم لقرار الحسم إذا ما استعصر الأمر على زاهر الأغبري مفاجأة البطولة السارة. وبكل تأكيد لن تمنع الرقابة المتوقعة على جميل اليحمدي من اقتناص فرصة هز الشباك مجددا بقذيفة عابرة للقارات. كشف الأوراق والرقابة المتوقعة على أبرز مفاتيح اللعب هنا وهناك ربما تجعل الفرصة سانحة ليظهر بطل جديد، والأنظار هنا تتركز على الأوراق التي قام بإخفائها المنتخبان.